مرحبا بكم من جديد. تقام اليوم الجمعة 7 مايو 2021 البطولات التالية: الدوري الانجليزي الممتاز، الدوري الاسباني، الدوري الالماني، الدوري الفرنسي، الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، الدوري المغربي، الدوري العراقي الممتاز. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الاعجاب اسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الان مع التفاصيل. اولا مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بافتتاح الجولة 35 وهي كالتالي: ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت وان اتش دي بريميوم بتعليق احمد البلوشي. ثانيا مباريات الدوري الاسباني، حيث تقام ايضا مباراة واحدة بافتتاح الجولة 35 وهي كالتالي: ريال سوسيداد ضد إليتشي، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 وقناة سي بي سي سبورت اتش دي المفتوحة وقناة جول الاسبانية المفتوحة. ثالثا مباريات الدوري الالماني، حيث تقام مباراة واحدة بافتتاح الجولة 32 وهي شتوتغارت واوكسبورغ، تقام في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر والتاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة سكاي سبورت بوندسليغا 1 اتش دي وقناة بي تي سبورت 3 اتش دي. رابعا مباريات الدوري الفرنسي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بافتتاح الجولة 36 وهي كالتالي: لانس وليل، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 بتعليق جواد بدة وقناة تركنستان سبورت اتش دي المفتوحة. خامسا مباريات الدوري السعودي، حيث تقام اليوم مباراتين مؤجلتين من الجولة 26 وهي كالتالي: المباراة الأولى الشباب والهلال، تقام في تمام الساعة 9 إلى الثلث مساء بتوقيت مصر والعشرة إلى الثلث مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة السعودية الرياضية اتش دي 1 بتعليق فهد العتيبي. المباراة الثانية التعاون والأهلي، تقام في تمام الساعة 9 إلى 10 دقائق بتوقيت مصر والعشرة إلى 10 دقائق بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة السعودية الرياضية اتش دي 2 بتعليق عبد الله الحربي. سادسا مباريات الدوري الاماراتي، حيث تقام اليوم 7 مباريات بالجولة 25 وهي كالتالي: المباراة الاولى عجمان والشارقة، تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، تذاع عبر قناة ابو ظبي الرياضية اتش دي 1. المباراة الثانية خورفكان والفجيرة، تقام بنفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، وتذاع عبر قناة ابو ظبي الرياضية اتش دي 3. المباراة الثالثة حتى واتحاد كلباء، تقام بنفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، وتذاع عبر قناة ابو ظبي الرياضية اتش دي 2. المباراة الرابعة الجزيرة والعين، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية والحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، وتذاع عبر قناة ابو ظبي الرياضية اتش دي 1. المباراة الخامسة الوحدة والنصر، تقام بنفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية والحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، وتذاع عبر قناة ابو ظبي الرياضية اتش دي 3 بتعليق فهد عبد الرحمن. المباراة السادسة الزفرة وبنياس، تقام بنفس التوقيت 9 بتوقيت مصر والعشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، وتذاع عبر قناة ابو ظبي الرياضية اتش دي 2. المباراة السابعة شباب الاهلي دبي والوصل، تقام بنفس التوقيت ايضا 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية والحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، وتذاع عبر قناة ابو ظبي الرياضية اتش دي 4. سابعا مباريات الدوري المغربي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 15 وهي اتحاد طنجة ويوسفية برشيد، تقام في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي بتعليق عادل المسعودي. ثامنا مباريات الدوري العراقي الممتاز، حيث تقام اليوم مباراة واحدة مؤجلة من الجولة 28 وهي كالتالي: القوة الجوية ونفط الوسط، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق، وتذاع عبر قناة الشباب الرياضية اتش دي. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.